اهلا وسهلا بحضراتكم. طيب زي ما قلت لكم طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي حضر النهارده ممثلا طبعا عن النادي الاهلي اجتماع اتحاد الكره اللي عقد بالاتحاد في حضور طبعا اعضاء اللجنه الثلاثيه برئاسه احمد مجاهد اللي بتتولى مسؤوليه اداره اتحاد الكره. ويمكن الاجتماع بدا بدايه طبعا انه سيد احمد مجاهد استعرض مع ممثلي الانديه، هم 20 نادي حضروا الاجتماع ده، 20 نادي منهم 18 نادي بيلعبوا في الدوري، والناديين التانيين هم بتروجيت واسوان عشان دول طبعا بيشاركوا في الكاس. بدايه طبعا تم استعراض اجنده دوليه لمنتخب مصر، يعني انت عندك اجنده دوليه حافله، عندك تصفيات كاس عالم هتبتدي ان شاء الله مع بدايه اول سبتمبر، عندك 1 و5 الجابون، وبعد كده بقى ليبيا، وبعد كده تلعب راوند 2 في التصفيات لغايه لما ان شاء الله باذن الله ان شاء الله طبعا نتاهل كاول مجموعه عشان نقابل واحد من العشره الكبار في مشوار تصفيات كاس عالم. عندك مشاركه منتخب مصر في كاس العرب في شهر 12، عندك كمان مشاركه منتخب مصر في امم افريقيا في شهر يناير اللي جاي، وبالتالي دي الاجنده الدوليه بتاعتك. وطبعا طبعا يعني ان شاء الله باذن الله بعد الاجنده الدوليه او بعد امم افريقيا مشوار منتخب مصر اذا ما وصلنا للتاهل لكاس العالم هيبقى محتاج انه يحضر ويجهز لانه كاس العالم السنه الجايه. على الناحيه الثانيه عندك ارتباطات كبيره جدا وكتير جدا للانديه المصريه اللي بتشارك في البطولتين، سواء دوري الابطال في نسخته الجديده او الكونفدراليه، ضيف عليهم انه كمان الاهلي عنده المشاركه في كاس العالم للانديه. الكلام ده الحقيقه كله يستدعي انه يكون في وقفه، سواء فيما يتعلق ببدايه الموسم الجديد او فيما يتعلق باستكمال كاس مصر او فيما يتعلق بشكل الدوري في الموسم الجديد. هبتدي بكاس مصر اللي الاهلي اكد فيه على نقاط ثابته مفيش تنازل عنها عشان ما نكررش اللي حصل في الدوري. بدايه الاهلي رفض انه يلعب مباراه كل 72 ساعه، وفي الحاله دي اذا كان الدوري هيبتدي زي ما الاتحاد عايز في نهايه شهر سبتمبر، اعتقد هيبقى في صعوبه شديده جدا ازاي تتعامل. الاهلي عنده 16 وان شاء الله 8 وان شاء الله 4 ونوصل للنهائي. الزمالك عنده قبل النهائي والنهائي بس، لو وصل لو تجاوز اسوان وده الاحتمال الاقرب يعني فهيكون عنده المباراه النهائيه. الاهلي رافض تماما مبدا انه يلعب 72 ساعه كل 72 ساعه ماتش. الفكره اتطرحت انه نكمل كاس ولا ما نكملش الكاس، قال لك 17 نادي من اللي حضر وقال لك لا هنكمل كاس، 3 بس اللي اعترضوا على فكره استكمال الكاس. النقطة اللي تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بالكاس انه الاهلي من حقه مشاركة المحترفين الجدد اللي انضموا لصفوفه. فيما يتعلق بنقطة الحكام الاجانب، طبعا الاتحاد يمكن كان رفض طلب النادي الاهلي استخدام حكام اجانب الموسم الاخير وتم طرح النقطة دي للنقاش، والاتحاد اكد انه ما عندوش من حيث المبدأ مانع، يتم الوضع يعني شكل معين، اتفاق معين يتم من خلاله الوصول الى فكره الضوابط اللي بتحدد استخدام حكام اجانب من عدمه. لكن الاتحاد اكد انه ما في باب استدعاء الحكام الاجانب او الاستعانه بالحكام الاجانب مش مقفول. فكره الدوري بقى، والدوري ده الحقيقه طرح فيه اكتر من تصور وكلهم تم الاعتراض عليهم. يعني بدايه كان في فكره انه الدوري يتلعب من مجموعتين، يتقسم عدد الفرق على مجموعتين، كل فرق تلعب في مجموعتها، وبعد كده يختاروا من كل مجموعه 4 فرق يلعبوا بقى قبل نهائي ونهائي، يلعبوا دوره مجمعه، وده رفض. في نفس الوقت اللي اتطرحت فيه فكره قبل كده انه يتم لعب دوري من دور واحد، يعني نلعب ليج واحده ما نلعبش التو ليجز، وده طبعا هيبقى فيه مشكله فيما يتعلق بمبدا تكافؤ الفرص، فرقه هتلعب على ارضها ولا تلعب على ارض محايده، وده ايضا تم رفضه. على كل الاحوال اللي تم الاتفاق عليه النهارده انه قرعه الدوري هتتعمل يوم الثلاثاء اللي جاي، بعد يومين من النهارده هتتعمل قرعه الدوري الجديد، وهيتم طرح الموضوع بشكله المتفق عليه. خليني اقول لكم كمان فيما يتعلق ب النقطة الخاصة برابطة الأندية. الحقيقة يمكن اتحاد الكورة أو اللجنة الثلاثية طلبت من الأندية أنها تحط أفكارها وتصوراتها فيما يتعلق برابطة الأندية اللي من ممكن أنها تتولى بقى مسؤولية إدارة المسابقات، مسابقة الدوري على وجه التحديد. ومنتظر أنه أتمنى الحقيقة أنه ده، إحنا بنتكلم على رابطة الأندية دي بقالنا سنين طويلة جدا ومفيش حاجة دخلت في إطار التنفيذ، لكن نتمنى أن دي تكون بداية حقيقية انه الانديه تتولى بقى اداره مسابقاتها زي ما بيحصل في العالم كله. واعتقد ده لو حصل هنتفادى جزء كبير جدا من المشكلات اللي عايشه معانا بقالها سنين طويله جدا ومش عارفين نلاقي لها حلول جذريه، وفي نفس الوقت يدي مساحه اكتر لاتحاد الكوره يبعد عن حاله الصداع وحاله الاشتباك المتواصله ويركز اكتر في اللي ينفع ويفيد ويضيف للمنتخبات بمختلف اعمارها.